أهلا بكم في ترند. استجابة لمبادرة سمو رئيس الوزراء الموقر وفي إنجاز دولي جديد يضاف إلى رصيد إنجازات البحرين ويعكس ما يحظى به سموه كشخصية من مكانة دولية رفيعة تحيي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو اليوم 5 أبريل ولأول مرة اليوم الدولي للضمير 2020 تحت شعار تعزيز ثقافة السلام مع الحب والضمير، وذلك كوسيلة لتعبئة جهود المجتمع الدولي بانتظام لتعزيز السلام والتسامح والإدماج والتفاهم والتضامن من أجل بناء عالم مستدام قوامه السلام والتضامن والوئام. للمساهمة في تعزيز قدرة ودقة تطبيق مجتمع واعي على متابعة التزام الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا بالحجر الصحي أو المنزلي، بدأت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بتوفير الدفعة الأولى من الأساور الإلكترونية التي سيتم ربطها بالتطبيق إلكترونياً عبر أجهزة الهواتف الذكية، وتأتي ضمن منظومة عمل الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا كوفيد-19 والرامية للمحافظة على صحة وسلامة المجتمع، كما ستعزز من آليات المتابعة التي تلتزم بها وزارة الصحة مع كافة الحالات. تطبيقاً لاستراتيجية التوعية الإيجابية الهادفة بالشراكة المجتمعية المتنوعة، نشرت الإدارة العامة للمرور عبر الحساب الرسمي في إنستغرام مجموعة من الفيديوهات التوعوية التي جاءت فكرتها من خلال الربط بين التوعية الثقافية المرورية والتوعية الوقائية من فيروس كورونا. التوعية المرورية وجبت التذكير في كل محفل وفعالية وتوقيت، والربط في الفكرة بينها ضرورة للوصول إلى جميع شرائح المجتمع. دوريات نسائية الحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق، وذلك من خلال حملات تنفيذ القانون، ومن جانب آخر نشكر السواق الملتزمين من خلال مبادرة شكرا، ونتمنى لكم السلام. وإحنا بعد نقول شكرا لكل مواطن مقيم ملتزم بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي عشان سلامة الجميع. شكرا للملتزمين. حفاظاً على سلامة الجميع، الإدارة العامة للمرور تدعوكم لإنجاز معاملاتكم الإلكترونية عبر تطبيق إيترافيك أو الدخول على موقع الحكومة الإلكترونية bahrain.bh، ونتمنى لكم السلام. مثل ما شفتوا، الإدارة العامة للمرور موفرة لكم تطبيق وموقع الحكومة الإلكترونية عشان تخلص معاملاتك المرورية وانت قاعد مرتاح، عشان سلامتك وسلامة اللي تحبهم خليك في البيت. مسافة الأمان عنصر مهم لتجنب الحوادث المرورية، وتتغير مسافة الأمان حسب السرعة والمتغيرات الجوية وحجم المركبة. والإدارة العامة للمرور تتمنى لكم السلام. اتباع النصائح والإرشادات الصحية والحفاظ على مسافة أمان بينك وبين اللي حولك أمر أساسي في الوقاية من العدوى، عشان صحتك وصحة أهلك، عشان وطنك، خليك في البيت. على الرغم من انتشار فيروس كورونا وتسببه في إجبار الكثيرين على التواجد في المنزل، إلا أن معلم في مقاطعة داكوتا الأمريكية قرر شرح درس لإحدى طالباته في مادة الرياضيات مع الحرص الشديد على الالتزام بتعليمات الحجر الصحي. القصة بدأت عندما وجدت طالبة في الصف السادس صعوبة في حل إحدى المسائل الحسابية، فقامت بإرسال رسالة لمعلمها الذي حضر على الفور وقام بشرح المسألة لها عن طريق البقاء خارج المنزل ومعه سبورة بيضاء، وتلقت الفتاة الدرس من خلال وجود النافذة بينها وبين المعلم تنفيذا لتعليمات الحجر الصحي. بسبب المخاوف من الإصابة بفيروس كورونا، لم يتمكن عدد من الطلاب الخريجين من الحضور إلى حفل تخرجهم شخصياً، لذا ابتكرت جامعة يابانية فكرة جميلة تمنح من خلالها شهادات لطلابها، وقامت بتوزيع الشهادات على روبوتات أخذت مكان الطلاب المتخرجين، وقام 4 طلاب خريجين بتشغيل الروبوتات عن بعد التي استلمت الشهادات نيابة عن الطلاب، وقد ارتدت الروبوتات الزي الرسمي
الخاص بالخريجين تلبية للمظهر العام لهذا الحفل. أما بقية الطلاب فقد شاركوا أيضا عن طريق تطبيق زوم، حيث تمكنوا من إرسال تعليقاتهم مباشرة للتعبير عن مشاعر الفرحة بالتخرج. مشاهدينا، وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم. نلقاكم باكر وحلقة جديدة من ترند. إلى اللقاء.